شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية جانبا من منافسات النسخة التاسعة من بطولة بريف التي تأتي ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال على صالة مدينة خليفة الرياضية. وتابع سموه جانبا من اللقاءات 15 والتي شهدت تنافسا قويا بين مختلف المقاتلين للفوز بالألقاب، حيث أبدى سموه إعجابه الكبير بالمستويات التي قدمها المقاتلون في النزالات والتي اتسمت بالقوة والندية والشجاعة بين المقاتلين. ولدى وصول سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كان في استقباله سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة والسيد كاريت براون رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة والسيد دينزين ويت الرئيس التنفيذي للاتحاد والسيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية. هذا وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة رئيس اللجنة العليا المنظمة لأسبوع بريف الدولي للقتال والنسخة الرابعة لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة أن اليوم هو يوم تاريخي في مسيرة بطولة العالم للهواة، خاصة مع إقامة النزالات النهائية لكافة الأوزان لتحديد هوية الفائز بالبطولة والمتربع على عرش رياضة فنون القتال المختلطة للهواة. وعبر سموه عن أمله في أن يحقق مقاتلا منتخب البحرين حمزة محمدوف ومرتضى طلحة اللقب، مشيرا سموه إلى ما يمتلكه المقاتلان من قوة ومهارات فنية وبدنية وتاريخ طويل من الإنجازات. وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بمناسبة إقامة بطولة بريف لفنون القتال في نسختها التاسعة إن المتتبع لمسيرة البطولة يدرك تماما أن نسخة البحرين هي الأفضل من كافة النواحي، إذ تبرز كمحطة جديدة في المستويات الكبيرة والمتميزة التي قدمها المقاتلون من مختلف دول العالم والنزالات الشريفة والشجاعة في البطولة الكبيرة التي يشارك فيها نخبة من أبطال العالم. وأشار سموه إلى أن رياضة فنون القتال المختلطة أثبتت أنها تسير في خطى تصاعدية نحو التطور والنماء بفضل العمل الموحد من قبل كافة الاتحادات الدولية ومقاتليها الذين يبذلون جهودا كبيرة من أجل تطوير مستوياتهم الفنية والبدنية التي تؤهلهم للمنافسة بكل بسالة وشرف على ألقاب البطولة. وأعرب سموه عن تهانيه للفائزين في النزالات، هذا وحضر عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين والسفراء جانبا من البطولة. هذا وشهدت منافسات يوم أمس على صالة مدينة خليفة حضور وتشريف أنجال سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى الخليفة سمو الشيخ فيصل وسمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة. وحرص سموهما على تشجيع اللاعبين في النزالات، حيث تابع سموهما البطولة مع والدهما سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة واستمتعا بإقامة بطولة بريف للقتال للمحترفين. وأحاط العديد من الجماهير بسمو الشيخ فيصل بن خالد وسمو الشيخ عبد الله بن خالد، حيث التقط الجماهير الصور التذكارية مع سموهما.
على مختلف الفئات والأوزان يتصارع المقاتلون المحترفون في بطولة بريف العالمية التي تقام للمرة الثالثة على أرض المملكة. 30 مقاتلا يبحثون عن انتصارات تاريخية تسجل في صفحات مسيرتهم، واثنان منهم فقط من سيحظى بحزامي هذه البطولة. These are the best fighters in the whole of Middle East and at a global level. لدينا مقاتلون يعدون الأفضل في الشرق الأوسط، وهذه اللعبة أصبحت جماهيرية، خاصة حين نرى حماس الجماهير. وهناك لاعبون أتوا من مختلف الدول العربية والأجنبية ليثبتوا قدراتهم في هذه اللعبة. وبالنسبة للمقاتل البحريني حمزة، فهو قدوة للكثير من محبي هذه اللعبة، خاصة الشباب البحريني. بريف هذا الموسم هو أفضل من السابق بشكل كبير، وهذا يعود لاهتمام سمو الشيخ خالد. ومن بين أولئك المتنازلين تمكن المقاتل البحريني حمزة الكوهجي من انتزاع الفوز أمام منافسه الهندي بكل استحقاق وجدارة، ليسجل رقما جديدا وإنجازا يشرف به بلاده. النزال هاي كان أهم نزال في حياتي. من أول ما بديت كنت أبي ألعب جداب البحرين. قبل ما البحرين تعرف شنو هالرياضة، كنت أبي أنا أكون اللي أقدم الرياضة للبحرين، والحمد لله هاي اليوم يه بعد 5 سنين من تدريب وكل شيء. هاليوم يه أهدي الفوز حق سمو الشيخ خالد، وقف وياي وايد، حق الشعب البحريني، سمو الشيخ ناصر اللي قاعد يدعم الرياضة، جلالة الملك اللي قاعد يساعدهم إنه يدعمون الرياضة، وخاصة الشعب البحريني إنه وايد واقفين وياي الحمد لله. ضيوف ونجوم من عالم السينما ومن شتى المجالات وسط حضور إعلامي وجماهيري تابعوا بطولة اليوم بكل شغف وتفاعلوا مع أجوائها. الأجواء جميلة جدا، والنزالات رائعة وتنافسية كثيرا. التنظيم على مستوى عالمي ووجود الشيخ خالد في هذه الرياضة يعطي إضافة لهذه اللعبة. مستوى المقاتلين احترافي، وأنا متشوق للغاية، وأرى أن هذه الرياضة سوف تزدهر في هذه المنطقة، لا سيما أن المقاتلين يؤدون بشكل متطور والجميع مهتم بهذه اللعبة. نزالات محتدمة كان عنوانها التنافس الشريف. 15 فائزا بهم انتهى هذا الحدث الرياضي. بريف هي الحقيقة التي تنتظرها كل هذه الجماهير، هذه البطولة التي انطلقت من أرض المملكة، وها هي تعود مرة أخرى لحضنها في نسختها 9، ولكن بتحد أكبر وطموح أعلى كما نرى. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.